حجم الجريمة الديمغرافية بسوريا لا يكفي للتعامل مع سواء الحل السياسي أو حتى الحل القضائي. نحن بحاجة لجهد اجتماعي كثير كبير لإعادة تماسك الهوية الوطنية السورية. اتفاق دايتون للسلام وإن نص على عودة المهجرين إلى أماكنهم وأراضيهم والأقليات العرقية لأماكن وجودها الأصلي، لكن ما كان هذا إلا هو ترسيخ للتقسيم النظري اللي أفرزته سنوات الحرب، بحيث اللي عادوا رجعوا على أراضيهم، باعوا ممتلكاتهم وراحوا عند المجموعة العرقية اللي بيشبهوها.